كتشوفوا معنا الخوت الناس اللي غادي تدخل الفريق ديال الكوري هاد الفريق هادو اللي قدامنا عاطين فيهم 23 شحال عاطين كاع مي فهاد الشهر 23 ولا 26 و 23 23 26 الله يسخر الكم الله يسخر امين الله يسخر كما سمعتوا الخوت هذاك اللي من 26 وهذا اللي من هنا 23 هادو يلا غيدخلوا للكوري فهاد الشهرين اللي مازال الله يسخر شوفوا الخوت هاد الربعه هادو عاطين فيهم 124 جمله دابا هادو يمشيو للكوري ديريكت ياك ديريكت الكوري هاد العام كاين شويه الغلاء وخصوصا العلب هاد العام العلب دابا اللي مغلي شغل هو اللي مغلي شغل بزاف كاع هو اللي مغلي شغل 25 ديال التريكي 8400 8400 الله اكبر وسمعنا شي هضره تيقول لك العيد هاد العام وقيله موحال واش الهضره غير اش يقول لنا المراتي هاد ما عرفت خرب هذا كاين هاد العام موجود خير شي اللي كاين الناس رابطه الله يسخر الله يسخر لك الله يسخر الخيرات هذه اللي قدامنا جمله تباعت 34 35 الله يسخر لهم انا كما كنشوفوا مازال ان الله غيدخل الكور دابا بدا يدخل ديريكت الكور يا عمي كنكون شويه عاد نربطو عاد تربطو ان شاء الله الكسيبه ان شاء الله العيد ان شاء الله الله يسخر لك هذا العام كاين الخروف هذا كاين كاين الخروف نتمنى من الله نتمنى من الله نتمنى من الله نتمنى من الله النمره ديالك الا بغا شي حاجه تخلي النمره الا بغا شي حاجه كما كتسمعوا الخروف 35 36 جمله باش كذا يلا غادي يدخلهم في الكوري الله يسخر ليه كما سمعتوا معنا ان الناس كاينه كاينه الغنم كاين الخرفان في الكواره الناس رابطه هذيك الاشاعه ديال ان العيد ما كاينش غير هضره بالنسبه للسيد هاد الغنم هادي اللي قدامنا مولا عندها كسيبه في الكوري عاوتاني لي بارطاجي معكم باش تعرفوا الاثمنه اللي كاينه لحد الان الله يسخر لي شوفوا الخوت خيرات هذو اللي قدامنا جملة عاطين فيها 47 كاملين سنا الحليب الله يسخر سنا الحليب كاملين اخويا سنا الحليب كاملين كما سمعتوا سنا الحليب كاملين الله يسخر المولاه جملة عاطين 47 ياك اخي 47 عندك كسيبة لا تبغي تخلي النيرة ديالك يتواصل معك شي واحد لا هادو اللي عندك الله يسخر لك الله يسخر لك اخي الله يسخر لك كما سمعت الخوت عنده غادة الله يسخر ليه كنشوفوا الخوت الخيرات هادو اللي قدامنا 45000 ريال تبارك الله كاملين سنة الحليب الله يسخر ليه كما كتشوفوا ان الخروف كاين تبارك الله ثلاث خميسات داخله شي حاجة الله يسخر لك اخي الله يسخر لك بارك الله فيك كنشوفوا هاد القطع هادو اللي قدامنا الخوت 49 و 500 50000 ريال قل 500 ريال جملة الله يسخر المولى كما كتشوفوا عاطينو 49.5 هذه هي الاجواء ديال رحبه الخروف ان شاء الله كما كنعرفوا ان اغلب الخرفان دابا داخل الكواره كاين الناس اللي رافق كاين الناس اللي طالقه مازال كتسنى داك الشيء اللي قرب ديال الرندو هذه العيد الكبير باش يدخلوا العلف الله يسخر لهم الله يدير الخير شوفوا الفوتو اللي قدامنا 54000 ريال اللي عاطينو هاد العام تيقولوا راه الخروف قليل الخروف موجود هاد العام الخير موجود يعني ديك الهضره ديال العيد ما كاينش غنساوها غير هضره خاويه وصافي غير هو الله يحسن عوانكم العلف هاد العام غالي شويه الله يحسن العوان امين الله يسخر لكم انا امين الله يسخر لكم هادو البيع ديالها بشحال كتقول اخي 54 البيع ديالهم البيع ديالهم الله يسخر لك كما سمعتوا الخوت 54 ريال الله يسخر الله يسخر لك انا بارك الله